اهلا بيكم في حلقه جديده من المسلسل الهندي امنيه وان تحققت، بس ما تنساش اللايك الجميل ودعمكم في القناه. بنبدا حلقتنا بالجميله اميره، بقت كويسه خلاص ورجعت على المنزل، وكمان الجده بتكون متضايقه جدا منها وبتقول يعني نبعد العين عنها ليه، هي عامله لنا مشاكل جامده. اميره بتعاند وتقول عندك حق، اللي بيمشي في طريق الحق طبعا بيمر بصعاب، وبتعاند كعادتها تبقى مش عايزة مساعدة من أي حد، لكن بتكون تعبانة مش قادرة تمشي، وكمان بتطلع على السلالم وبتكون هتقع، لكن المنقذ بتاعها أرمان بيساعدها. المحامي سانجاي بيكون متضايق جدا وبيحاول يعني إن هو يحرض الجد على أرمان، واللي هو بيساعد يعني زوجته مش هيكون فاضي خالص للقضية، لكن السيد مدهب بيدافع عن أبهيرة وأرمان وبيقول أرمان استحالة يعمل حاجة خطأ، وكمان أبهيرة ما عملتش أي شيء، هي تعبانة وزوجها كمان بيساعدها، ده شيء طبيعي مش زيك أنت ما تعرفش حاجة عن العلاقة. بيفضلوا شجروا مع بعض، وبيظهر أرمان الجميل كمان بيحضر الطعام لأبهير، بتيجي روهي عشان تساعده، لكن بيفتكر إن أبهير معجبهاش طبعا الأكل بتاع روهي، بيقولها بكل صراحة هي مش هتاكل من غير من إيدي، وكمان يعني روهي بتلوم عليها، وكمان بيقولها لو عايزة تساعديني ساعديني، بس يا ريت ما تضغطيش عليا انت كمان. روهي بتقول له انا اسفه جدا، ولو احتجت اي حاجه انت وابهيره انا موجوده. تظهر بقى الجده قاعده مع المحامي سانجاي بيحرضها لسه تاني على ارمان، وان هو مش فاضي يعني يكمل القضيه بتاعتك، وهو كمان اهم حاجه عنده ابهيره. بتظهر ابهيره وهي مش قادره تمشي تعبانه، وكمان ارمان بيحاول يساعدها وبيديها كمان يعني الحذاء وبيقولها خلي بالك من نفسك. طبعا المحامي سانجاي بيكون متضايق جدا وبيسخر منه قدام الجده، وان هو كده يعني مش راجل عشان بينحني قدام زوجته. طبعا ارمان بيقوم من ابهيره ان هي تدخل الغرفه، وبيروح كمان يقول ايه يعني لما انحني قدام زوجتي واساعدها، ما هي بتنحني يعني قدامي وكمان بيساعدني، بيلوم عليه وكمان بيتهم ان هو مش بيوفي بعلاقاته وكمان مش مهتم بالعمه، لكن الجده بتوقفه وبتقول له سهر العيله يعني شخص كبير في العيله المفروض تحترمه. أرمان الجميل بيشرح لها طبعا إن مفيهاش حاجة لما الراجل يساعد زوجته، هي كمان بتقف معاه في الضراء والسراء، وكمان بيعتذر عن طريقته مع يعني سهر العيلة، لكن مش بيعتذر أبدا إن هو طبعا بيساعد زوجته، وبيقول لهم متقلقوش خالص أنا مهتم جدا بالقضية وهتم كمان بزوجتي. الجده بتقوله كمان يهتم بموضوع روهي، متنساش ان انت هتقابل النهارده عريس روهي. بيدخل بقى بيلاقي ابهيره بتكون عايزه يعني تقفل سوسته الفستان، وكمان بتلوم عليه بتقوله ما خبطتش ليه ما عندكش حياء، بيحاول ان هو يحط عليها الوشاح، بيقولها انا شايف يعني كل شيء، وكمان بتقوله محدش هنا بيساعدني خالص مضايقين مني عشان يعني قضيه الجده، بيقولها طب يا ريت تسكتي بقى شويه. بيروح كده عند الباب عشان يشوف حد يساعدها، بيلاقي طبعا روهي بيطلب منها المساعده، وهي بتكون فرحانه جدا وبتقول اكيد علاقتهم مش كويسه عشان كده يعني طلبوا مني المساعدة. طبعا أبهيرة بتقول لها مش محتاجة مساعدة، لكن روهي بتقول لها مفيش أي مشكلة انت ساعدتيني كتير، لكن روهي بتتضايق جدا لما تعرف ان أرمان رايح يقابل العريس، لكن أبهيرة بتكون فرحانة. وبتظهر عائلة مانيش وهم مستنيين أرمان، والجد وصلنا بيكون مش عاجبها، لكن جد مانيش بيقول السيدة كفيلة هي اللي أمرت بكده وأنا مرضتش إن أنا أضايقها أبدا، وبيكون في انتظار يعني أرمان، وهم بيضحكوا بيدخل أرمان وبيكون متوتر جدا، بيفتكر كلام الجدة ورهيت وريه وكل الأشياء اللي حصلت، بيكون متوتر جدا وخصوصا كمان لما بيلاقي العريس يعني لطيف جدا والعائلة كلها بتحبه، بيدخل كده بيكون حالته غريبة جدا ومتوتر، لسه بيسلم على العريس لكن بيفقد الوعي. في الوقت ده أبهيرة قاعدة وهي طبعا متضايقة، بتلاقي حد جايب لها يعني الأكل المميز بتاعها، بتفتكره أرمان، لكن بتكون السيدة فيديا وبتقول لها يعني أرمان قال لي أهتم بيكي. أبهيرة طبعا بتكون فرحانة إن حد مهتم بيها، بتقول لها أنا عارفة إن أنت من جواكي متضايقة عشان زواج روهي. سيدة فيديا بتقول لها أنت تدخلي في كل شؤون الجد، لكن ما تدخلتيش المرة دي يعني في موضوع زواج روهي ليه؟ بتقول لها أبهيرة أنا بتدخل بس عند الخط، لكن انا شايفه المره دي ان الجده مش مخطئه خالص. طبعا الجده بتكون واقفه وشايفاهم مع بعض، وبتفتكر كلام سانجاي ان ابيرا ذكيه وهتاخد تعاطف الجميع. طبعا السيده فيجا تزعل جدا من ابيرا وبتقول لها وجود روهي في المنزل مش هيرجع روهيت، بتسيبها تاكل لوحدها، وابيرا بتعيط لكن بتقول لنفسها يعني ما تعيطيش هي مش مامتك عشان خاطر يعني أكلك الطعام، وهي متضايقة منك وبتشوف كده الأوراق وغصب عنها بتشوف أوراق أرمان وبتحس من الأوراق إن الجدة مخطئة. طبعا بتكون متضايقة جدا إزاي أرمان يداري على الجدة، العائلة كلها بتكون في انتظار أرمان، والجدة بقى بتسأله إيه اللي حصل وهل العريس عاجبك ولا لأ. أرمان بيقول فعلا عجبني بس هو مش مناسب خالص لروهي، بيفتكر طبعا إن العريس كان بيساعده لما كان فاقد الوعي وكان أخلاقه طبعا يعني عالية جدا، بس يعني ذكر في الكلام إن هو هيكون مسافر مش هيكون مهتم يعني بروهي، روهي مش هتكون معاه على طول، وإن هو يعني متجوزة عشان خاطر الجد وهتكون يعني أكتر الوقت في رفقة الجد.
وأرمان سأله هتقدر تمنح روحي السعادة؟ بيقوله السعادة يعني مش مكتسبة، احنا بنسعد نفسنا، في ناس معاهم أموال وكل شيء وهم كمان مش سعداء، وناس بسيطة ما عندهمش أي شيء وسعداء. السعادة دي يعني ما نقدرش نمنحها لحد، بنمنحها بس لنفسنا. لكن أقدر أوعدك إن أنا هديها الاحترام وأسيبها كمان يعني براحتها، لو عايزة تكمل يعني شغلها وعايزة تتقدم في حياتها أنا استحيل إن أنا همنحها، بس هي المشكلة بس إن أنا مش هفضل معاها على طول. الجدة بتفوق أرمان كده من سرحان لما افتكر طبعا كلام العريس، وكمان بتسأله يعني انت موافق ولا لا، هو مناسب ولا لا. طبعا أرمان بيقول الشاب جيد جدا بس مش مناسب لروحي، كلهم بيكونوا مستغربين. طبعا فيزياء الوحيدة اللي بتكون فرحانة وكمان روحي بتكون سعيدة. والجدة بتقول خلاص لو انت شايف يعني العريس مش مناسب خالص يعني مش مهم. وفيزياء بتترجاها ان روحي تفضل في المنزل وكمان ما تتجوزش يعني غصب عنها، لكن الجدة بتاخد قرارها وبتقول خلاص لو ساعدت روحي ان هي تفضل معانا في المنزل هنا خلاص مسؤولية سعادة روحي عليك انت يا أرمان. لكن والد أرمان بيكون متضايق جدا وتشاجر كمان مع زوجته. ومنشا بتسأل نفسها فعلا العريس مش مناسب لروهي ولا في سبب تاني هي شاكة فيهم أصلا من زمان. كمان أرمان بيتوتر أكتر من كلام الجدة، لكن روهي بتكون سعيدة. لكن نروح بقى عند منزل الجد منيش، والجدة بقى صورنا بتكون متضايقة جدا وبتقول أنا عارفة متأكدة إن أرمان هيعمل كده. وكمان جاي جد منيش يكلم الجدة كفيري، لكن طبعا مناف عنده كرامة بيقول استحالة هسيبك تعمل حاجة زي كده، أنا مش هسيبها يعني تقابلني غصب عنها، وبعدين كده كرامتي هتكون يعني في الأرض. ويطلب كمان من جده ان هما يعني يتركوا المنزل ويمشوا. جد طبعا مناف بيكون متضايق جدا، والجدة صورنا بتتضايق جدا وبتنفعل على الجد منيش وبتقول له شفت احنا سيبناها براحتنا زي ما انت قلت، شفت حصل ايه، وانا متأكدة ان ارمان استحالة هيخليها يعني تتجوز، هو كمان مش عايزها تكون سعيدة. يظهر أرمان وهو بيفكر في كلام الجدة، والزينة بقى بتاعت أبهيرة بتقع ولسه هيمسكها، لكن روهي بتيجي بتساعده وبتكون فرحانة جدا من اللي عمله، لكن بيقولها ما تفهميش غلط انت محتاجة حد يعني تكون انت من أولوياته، لكن أنا طبعا لأ. لكن هي بتقول لنفسها ازاي يعني هو اعتبرني النهاردة من أولوياته، وحارب كمان العائلة وخلاه يعني العائلة كلها غضبانة يعني بسببي، تكون هي مقتنعة يعني ان أرمان رفض العريس عشانها هي. وبتظهر السيدة فيديو بتفرق بقى الحلوى على العائلة كلها. السيد بقى مدهب بيكون متضايق جدا، ويعني العائلة كلها بتناقشوا مع بعض في موضوع روهي، وروهي يعني مستقبلها أكيد خارج المنزل وهتكون سعيدة يعني مع حد تاني، ويعني بيكونوا رافضين إن هي تفضل في المنزل كده من غير زواج. وبنروح لأرمان أول ما بيدي أبهيرة الزينة وبيقولها إن روهي يعني هي اللي وقعتها. أبهيرة بتقول له آه روهي تعمل كل شيء لكن أنا ما أعملش أي شيء، بيتشاجروا كده يعني الاتنين مع بعض، وبتقول له أنا مش هتكلم في زواج روهي أبدا، لكن أنا متضايقة منك جدا إن أنت بتدافع عن الجدة وعارف إن هي مخطئة. بتوري له كمان الأوراق، لكن بينفعل عليها وبيقولها إزاي تجرئي يعني تبصي في الملفات بتاعتي، أنت يعني انحطيتي لدرجة دي وإزاي تعملي حاجة، أنت تعتبري إن أنت لسه. طبعا بيتشاجروا هما الاتنين مع بعض، وبياخد أوراقه وبيخبيها كمان في الخزانة بتاعته. أبيرة بتعتبر دي إهانة ليها وبتاخد أشيائها ويعني وبتغادر كمان الغرفة، بيقول لها يا ريت يعني ننفصل عن بعض شوية، بتقول له كده كده هننفصل كمان عام، يا ريت ننفصل من دلوقتي عشان ما نعتدش على بعض. وهنا بتنتهي حلقتنا، ما تنسوش اللايك الجميل.